نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمين. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. نلاحظ في فصل الصيف ان عامه الناس يصيبها الفتور والكسل، فتعللا بارتفاع درجه الحراره تجد الناس في غاية السلبية وفي غاية الركود، فيقل الإنتاج ويقل العمل الصالح. فأريد أن أذكر بأن لكل موسم خصائصه ومميزاته. فصل الصيف يمتاز بطول النهار، والإنسان كما تعلمون دائما يتعلل بظروف الطقس، كما قال الشاعر: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال أبدا، قتل الإنسان ما أكفره. فنحن علينا أن نتأقلم مع كل الفصول، ففصل الصيف له خصائصه وفوائده. أعرض خصائص هذا الفصل هو طول النهار، فالنهار طويل إن شاء الله، فعلى المسلم أن يغتنم هذا النهار وأن يقسم أوقاته حتى يعمرها بالأعمال الصالحة وبالعلم النافع. فهذه خصائص الصيف، وحتى وإن كان ثمة حرارة فعليه الإنسان أن يغتنم أوقاته وأن ينوع برامجه وأن لا يفرط في لحظة من لحظات حياته، لأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا الوقت. وكما قيل في الحكمة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقيل: من علامات المقت إضاعة وقت. نلاحظ في الصيف إضاعة وقت شيء عجيب، نهار كامل الناس يعني تحت المراوح والمكيفات، وفي الليل سهرات في الشوارع وأكل الحلويات والمكسرات والتفكه حتى أذان الفجر، وأحيانا ينام بعضهم قبل أذان الفجر بقليل فتفوته صلاة الصبح والعيد بالله، وهذه جريمة. فعلى الإنسان أن يحرص على اغتنام أوقاته. سنسأل عن هذا العمر، كما ثبت في المعجم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، أربع ملفات كبرى تفتح يوم القيامة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالوقت مهم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري، يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احنا عندنا وقت فراغ ما شاء الله، حتى معظم الناس يعني الشهر المقبل على جويليا تبدأ فيه حصة واحدة، ها سيون سونيك، فما شاء الله الراحات موجودة. ما هو فصل الصيف فصل راحة واستجمام؟ نعم، نذهب إلى البحر إذا كان خالي من المحرمات ونستحم ونرتاح ونستجم ولا كلام، لكن دائما معانا شغل. والله أذكر أني أحيانا أذهب لدعوة لبعض الإخوة أو بعض الأقارب في أماكن طيبة في المصائف، فأخذ معي أوراقي ومراجعي وكتبي، فيستغربون ويضحكون يقولون: حتى في البحر وأنت كتب والمراجع معك دائما؟ نعم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد رؤي وهو يحمل المحبرة وهو يطوف على المشايخ، وهو كبير في السن، يعني في سن الستين، وهو يطلب مجالس الذكر ومجالس العلم ويسجل الأسانيد والأحاديث. فقال له: أإلى الآن المحبرة؟ قال: نعم، المحبرة إلى المقبرة، المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان عليه أن يغتنم أوقاته. والله أذكر بفضل الله عديد الدراسات وعديد البحوث التي أعددتها في فصل الصيف، والناس في حالة سهرات وأنا معهم أسهر، ولكن تحت فانوس وتحت الفيروس، وانا اصحح واكتب واحرر هذه الفقرات وهذه الفصول حتى اصبحت بعد ذلك كتب ودراسات الحمد لله. فعلينا ان نغتنم اوقاتنا في حفظ كتاب الله، في
في حبل السنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حبل المتون، في مطالعة الكتب، والإنسان يتخير ما يريحه وما لا يكلفه. كان ابن الجوزي رحمه الله كما ذكر في كتابه المتع صيد الخاطر قال: كان يزورني بعض الضيوف الثقلاء، ضيوف ابتلي بهم ابن الجوزي رحمه الله، فيأتون في بعض الأوقات فلا يستطيع أن يطردهم ولا يستطيع أن يذيع عمره معهم، ناس بطلين ما عندهم شيء، فعندما يقبلون عليه ويدخلون بيته ينادي الغلام: يا غلام هات الورق وهات الخيط والكاغب، فيأتيه يعني ما شاء الله بسلة كبيرة فيها الورق، فيأخذ الورق ويقص الأوراق ويخيطها ويدبسها ليصنع الدفاتر التي سيكتب فيها الكتب والمؤلفات. هذا الشغل ما يحتاج إلى تركيز وذهني وإلى عقل وإلى تفرغ، فهو يشاطرهم ويتحدث معهم ويكرمهم ويقوم بواجب الضيافة، ولكن لا يضيع العمر معهم، فهو يشتغل يتحدث ويشتغل من شدة حرص ابن الجوزي رحمه الله على اغتنام الأوقات. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا وأن نضيع أعمارنا بتعلة حرارة الصيف. لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في الصحراء في المدينة، الحرارة في الصيف 50 درجة في الظل، يعني زيدها 10 في الشمس، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل صيفا أو شتاء، ولا يترك الصيام صيفا أو شتاء، ولا يترك الجهاد في سبيل الله، ولا يترك رعاية شؤون الأمة ومجالس العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فالإنسان يجب أن يكون لديه رسالة، لديه يعني مبدأ في الحياة، فهو يعمل في كل الأوقات ويتأقلم مع كافة الظروف لا تؤثر فيه الفصول، بل هو الذي يؤثر في الفصول. هذه الهمة العالية وهذه القوة، قوة المؤمن الحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فعلينا أن نكسب ونكتسب الهمة العالية ونسعى لاغتنام أوقاتنا ونعمرها بالأعمال الصالحة بعلم نافع وبذكر الله عز وجل وحفظ القرآن وزيارة الأقارب وصلة الأرحام مع الفسحة المشروعة الحلال ولا كلام. هكذا نغتنم أوقاتنا ولا نضيع موسم الصيف، هكذا سبهل. فإذا جاء الخريف لا تجد لا حب ولا شيء، مثل النملة التي تشتغل في الصيف، والصرصار تجده يغني ويضيع الأوقات وفي حالة غفلة، فإذا جاء الشتاء لا يجد شيئا يقتاته. فعلينا أن نعتبر بهذه القصص. ربي باركنا في أوقاتنا، وربي يرزقنا الحكمة والهمة العالية، وبالله التوفيق. نعود إلى درسنا إن شاء الله، ولازلنا كما قلت في باب القياس، والمرة الفائتة درسنا مسألة الصفات المناسبة بين الحكم والعلة، وكما ذكرنا سابقا أنه من شروط العلة أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم. وفي هذا السياق ذكرنا نماذج من هذا الوصف المناسب. ذكرنا أولا، وهو ما ذكره الدكتور زيدان في كتاب أصول الفقه، أولا المناسب المؤثر، وقلنا هو الوصف الذي دل عليه الشارع دلالة واضحة واعتبره بعينه علة للحكم. ومثال ذلك تحريم قرب النساء في حالة الحيض ووجوب اعتزال النساء في الحيض، فسبب هذا الحكم قال ماذا؟ هو الأذى الناشئ عن الحيض. وقد بين الله سبحانه وتعالى ونص على هذه العلة، قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا وصف مناسب بين واضح وهو مؤثر كما ذكره. الوصف الثاني، المناسبة الثانية، قال المناسب الملائم، وبين بأن هذا الوصف المناسب الملائم هو وصف لم يقم دليل من الشارع كتاب أو سنة على اعتباره بعينه علة للحكم، وإنما بالدلالة عليه، دل عليه من نص أو إجماع أو غير ذلك. وذكر من أشهر الأمثلة، ذكر مسألة الجمع في اليوم المطير، جمع الصلاة، فالشارع شرع لنا جواز الجمع، جمع الصلاة، جمع تقديم في الليلة المطيرة أو اليوم المطير. فقاس عليه أهل العلم، ولما علموا بأن المطر هو العلة في إباحة هذا الجمع، قاسوا عليه اليوم الثلجي كذلك، إذا نزل الثلج أو نزل البرد، فقالوا إذا نزلت الثلوج كثيرة أعاقت الناس عن الإتيان إلى الجامع، فلا بأس أن يجمعوا الصلوات
في كما يجمعون في المطر يجمعون كذلك في حالة الثلج أو نزول البرد. وبقي لدينا المناسب الثالث الذي سنبينه إن شاء الله في هذه الحصة نبدأ به بإذن الله. قال دكتور زيدان صفحة 11 و200 211. قال ثالثا المناسب المرسل، سماه المناسب المرسل. قال وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء. هو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، يعني ليس ثم دليل يعتبره ويعتمده أو يلغيه، ليس ثم دليل واضح، ولكن ترتيب الحكم على وفقه، يعني ترتب الحكم على وفقه، أي بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة، ثم يبسط ذلك ويبين يقول فهو من حيث أنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبا، نعود للمناسب اللي ذكره مر بينا، ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلا. وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ هي التي ليس ثمة دليل على اعتبارها أو وجوبها أو طلبها شرعا، وليس ثمة دليل على إلغائها أو تحريمها أو النهي عنها شرعا. مصلحة مرسلة لا فيها دليل يحلل ولا يحرم، لا فيها دليل يوجب أو ينهى، هذا هكذا مرسلة. ونقلت مرسلة مثل الشيء المرسل المطلق الذي لا يقيده شيء لا يربطه شيء، فهي مصلحة مرسلة تدل عليه عمومات الشريعة، ليس ثم نص دليل على تحريمها أو على إيجابها وتحليلها، وسيبين ذلك. قال وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة، وهو حجة عند المالكية والحنابلة. أشهر المذاهب الذين يقولون بالمصلحة المرسلة هم المالكية والحنابلة، ومن وافقهم، وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعية، وخالف الحنفية والشافعية ولم يعتبروا هذا من الأشياء التي يعللوا بها في القياس. ومثاله سيعطينا أمثلة على هذه المصالح المرسلة التي ليس ثم دليل على طلبها واعتبارها. قال ومثاله جمع القرآن. جمع القرآن ثم دليل على وجوب جمع القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي فيأمر الصحابة أن يكتبوا، كانوا يكتبون في اللحاف والخشب وفي العظام، عظام الإبل، وعلى الحجارة وعلى الرق، وهكذا في وسائل بدائية قديمة. والأمة هي أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أمية لا نكتب ونقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه في الثالثة، قال فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. فالأمة الإسلامية أكرمها الله عز وجل بقوة حافظة، قوة الحفظ، يحفظون حفظ عجيب سبحان الله، يحفظون من سنة واحد. ولكن مع هذا الحفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن يكتبوا القرآن، فدون القرآن وكان مكتوبا ولكن مفرقا في هذه الوسائل البدائية من حجارة ومن عظام ومن جلد إلى غير ذلك، لكن لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجمع القرآن في مصحف في كتاب واحد، لم يتم هذا الأمر، لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء سيدنا أبو بكر الصديق وبدأت المبادرة في جمعه عندما استحل القتل بالقراء، فدعا بعض الصحابة إلى جمع القرآن في كتاب واحد حتى لا يذهب القرآن بذهاب حفاظه، وبقي هذا الأمر هكذا. وقع الجمع الثاني كذلك بعد سيدنا أبو بكر، ثم كان الجمع الأخير في عهد سيدنا عثمان في مصحف الإمام. هذه العملية التي وقعت في عهد سيدنا عثمان أجمع عليها الصحابة، ولكن ليس ثم دليل شرعي من الكتاب أو من السنة يأمر بها. فجمع القرآن هو مصلحة مرسلة، مصلحة مطلقة، يعني تدل عليه عمومات الشريعة تطلبها، مصالح الإسلام ومقاصد الشريعة تطلبها، حفاظا على كتاب الله عز وجل حتى يبقى مصارا محفوظا كما نزل. في هذه المصالح المرسلة جمع القرآن، ولا تسمى من البدع، فرق بين البدعة الحسنة. الإمام الشاطبي لا يرى البدعة الحسنة، يقول البدعة كلها مذمومة، خلافا للعديد من العلماء، كثير من أهل العلم يقسمون البدعة إلى أقسام، فيرون البدعة تكون واجبة وتكون
محرمة وتكون مباحة وتكون مستحبة وتكون مكروهة، يعني لها الأحكام الشرعية الخمس. بينما أئمة آخرين كما الإمام الشاطبي ومن تبعه لا يقسمون هذا التقسيم ويرون البدعة كلها ضلالة ليس فيها خير. إذن ماذا تسمي هذه الأشياء؟ الفريق الأول يسمي جمع القرآن من البدع الحسنة، يسميها من البدع الحسنة أو المستحبة أو الواجبة. والإمام الشاطبي يراها من المصالح المرسلة التي ليس ثمة دليل يدل على اعتبارها، إما يعني اعتبار أو إلغاء، فيرون هذه يسمونها المصلحة المرسلة، وهذا خلاف اصطلاحي بين أهل العلم وإن كان المقصد واحد تقريبا. أعطى مثال على هذا المناسب المرسل اللي المجتهد والعالم الفقيه يرى بأن هذا قد دل الشارع في عموم نصوصه على اعتباره، إذن فهو مصلحة منفعة للدين فيه خير، فنجمع القرآن أحسن من أن نتركه. قال جمع القرآن وضرب النقود، يعني ضرب العملة، ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عملة معروفة وكذا، كانوا يتعاملون بطريقة معينة. بعد ذلك في عهد الخلافة الإسلامية صارت ثم عملة، عملة يعني منصوص عليها فيها رموز وفيها شعار خاص بالدولة الإسلامية، فهذا من المصالح، لابد أن تكون ثم عملة حتى تحفظ أموال الناس وحتى تحفظ كذلك اقتصاد البلد عموما. فضرب العملة هو من المصالح المرسلة، والمعركة بالقرآن يراها من البدع الحسنة على اختلاف في المصطلح. قال واتخاذ السجون، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمة سجون، الإنسان كان يقام عليه الحد فقط. أما أحكام التعزيرات فجاءت بعد ذلك أحدثوا السجون، لأنها كان نظام السجون كان موجود في البلدان الأخرى في الحضارات الفارسية والرومانية وغيرها، فالمسلمون أدخلوا نظام الدواوين كذلك في الإدارة اللي أدخلوا سيدنا عمر، ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في السياسة الشرعية. هذا اقتنسه أهل الإسلام من الدول الغربية وهو من المصالح المرسلة، لا بأس به، يعني فيه خير وفيه منفعة، مش نقتبسوا شيء موجود عندنا، مش نقتبسوا الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والليبرالية، لا الحمد لله ربي كفانا وأغنى بالإسلام، ما نحتاجوش الأمر هذا، فما نزوروش الحقائق ونقولوا الإسلام يدعو إلى الديمقراطية، لا لا، الديمقراطية هي نظام حكم وسياسة وفلسفة كاملة وعلم كامل وإيديولوجيا كاملة لها أصولها عند الغرب، فنحن في غنى عنها، والديمقراطية تقول الحكم للشعب وليس الحكم لله، فلا نضل للناس ولا نغالط الناس ونقول الديمقراطية في الإسلام، لا، الديمقراطية شيء والإسلام شيء آخر. نأخذ هذه الآلية من آليات الانتخاب وشيء من هذا، لا بأس أن نعتمدها كما اعتمد سيدنا عمر الدواوين وغيرها من الآليات في الإدارة الإسلامية. أما أن نأخذ النظام كامل ونعطيه لبوس ونصبغه صبغ الإسلام ونزور الحقائق ونفتري على الناس، هذا لا يجوز شرعا. اتخاذ السجون كذلك نظام من أنظمة الإدارة في العقوبات والتعزير، ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة، الأراضي الجديدة التي اتفتحت يعني صارت تقسم وبعد ذلك ولات فيها ضرائب خاصة وخراج يعود إلى بيت مال المسلمين. قام غير ذلك. فهذه من المناسب من الأمثلة التي بين فيها في أقسام العلة، قلنا ما يسمى بالمناسب المرسل المطلق الذي ليس ثمة دليل يمنعه أو يعتبره ويجيبه أو يستحبه. نأتي إلى النوع الرابع سيختم به. قال رابعا المناسب الملغى، هذا من المناسب ولكن هو ملغى في اعتبار الشارع، ما هوش ما عندوش حتى قيمة في باب القياس، ما نعلموش به الأحكام. قال وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه الشخص، ولكن الشارع ألغى اعتباره، كما في قول المتوهم، وأكثر المتوهمين هذا الزعيم بورقيفة الطاغية، هذا كان يتوهم بأنه الاشتراك الابن مع البنت في البنوة الاثنين جايين من بطن واحد وكلهم أولاد مرة واحدة، انت عايش تعطي للذكر مثل حد الأنثيين، قالت لعلش الظلمة ذلك موزوزهم نزلوا من مرة واحدة وكلهم إخوة، فأعطيهم كيف كيف التسوية في الميراث، وهذا كلام فارغ، هذا توهم باطل لا أساس من الصح. لماذا؟ لأنه ثم نص حسن من المسألة، رب سبحانه وتعالى نص على أنه للذكر مثل حد الأنثيين، فلا اجتهاد مع نص، لا مجال باش تستنبط انت وتعلم وتجيب وتتفلسف وتضيف من عندك ضد النص. قال كما في قول المتوهم ان اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى، نقول المتوفى ما نقولش المتوفي،
فلان متوفى ألف مقصور من غير نقاط، هذا اسم مفعول. هذا المتوفى وقعت عليه الوفاة. شكون المتوفي؟ الله جل في علاه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فربي هو المتوفى سبحانه وتعالى. أما المتوفى هو اللي وقع عليه الوفاة، هو الإنسان أو المخلوق. قال من المتوفى وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث، فهذا محض وهم وليس هو المناسب. واضح؟ فهذا محض وهم. إنسان اللي يقول بما أنهم هما من بطن واحد ومشتركين في البنوة، إذا لازم نسوي بيناتهم في الميراث، فلا مجال باش نفضلوا ذكر على المثل. نقول له لا، هذا وصف المناسب للتسوية ماهوش وصف مناسب، هذا متوهم فهو محض وهم وليس بالمناسب، لأن الشارع أي المشرع ألغى مناسبته بالنص على أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى كما ذكرنا من قبل، كما قال ربي للذكر مثل حظ الأنثيين، لما أنه جاء فيها نص حسن المسألة، فلا مجال الاجتهاد وإعمال العقل وإيجاد هذا التعليل الباطل وهذا المناسب الملغى الذي ألغاه الشارع. وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه لأنه خطأ وباطل قطعا. واضح؟ إذن بهذا نختم الأنواع الأربع للمناسبات في هذا الشأن. ندخل الآن إلى الفقرة الجديدة إن شاء الله، هي مسالك العلة، يعني كيف ندرك الطرق المؤدية لمعرفة العلة في الأصل حتى نعللها بالفرع ونقيس عليها الفرع. كيف نعرف مسالك العلة؟ كيف الطرق والصبر؟ قال مسالك العلة، قال الدكتور زيدان: يراد بمسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل. يراد بها الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل، يعني إذا عرفنا واكتشفنا العلة في الأصل اتضحت الصورة، نستطيع أن نقيس عليها الفرع. فكيف نعرف العلة في الأصل؟ قال: والعلة تعرف بطرق، طرق عدة، أشهرها أكثرها شهرة واعتمادا عند أهل العلم النص والإجماع والسبر والتقسيم، سنرى معانيها إن شاء الله. ثم بدأ بأول طريق وأول سبيل لمعرفة العلة في الأصل. قال: أولا النص، وكما قلنا نقصد بالنص النص الشرعي، يا إما اللي هو وحي، يا إما كتاب أو سنة، يا إما قرآن أو حديث نبوي، هذا يسمى نص. قال: أولا النص، قد يدل النص على أن وصفا معينا علة للحكم الذي ورد فيه، فيكون ثبوت العلة بالنص، وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها، وهذه أعظم الحالات وأحسن الحالات التي تريح المجتهد والعالم، يعني تكون العلة منصوص عليها في كتاب الله أو في سنة رسول الله، فالإنسان يبدأ مرتاح. رب سبحانه وتعالى كفانا مؤونة الصبر والتقصير والاجتهاد والتعب وعمل العقل، واضح، رب يعلل الحكم بكذا كذا، فيه بعض الأحكام معللة، وتسمى هذه الحالة بالمنصوص عليها، العلة منصوص عليها الحمد لله واضح. إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائما صريحة، مرات تكون دلالة صريحة مرات تكون مش صريحة، فيها شوية غموض يلزمها تعب يعمل العقل اجتهاد وفتح من الله عز وجل. قال: لا تكون دائما صريحة. مثال ذلك قال: فقد تكون بالإيماء والإشارة، وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية. ونتكلم فيما يلي عن كل نوع من التمثيل في بيان هذه العلة، عن كل نوع مع التمثيل. نعم، مع التمثيل يعني مع الاتيان بالأمثلة، مع سوق وإيراد الأمثلة والأدلة. بدأ بالمثال الأول الآن، قال: هنا يحضر المثال على الدلالات الصريحة أكثر صراحة وأكثر وضوح. طبعاً لنا نحن إشكال مثلاً في رمضان،
في شهر رمضان تجد بعض الشباب يرفضون أن يصلوا 20 ركعة في التراويح، ويقولون هذا لم يثبت في السنة، ويقف أحدهم وراء الإمام ويصلي 10 ركعات ثم يأخذ حذاءه بعد ذلك وينصرف ويترك الجماعة ويخرج ويكتفي ب10 ركعات. هذا اجتهاد، وربما يؤجر الإنسان على اجتهاده، لكن الأولى أن الإنسان يتم هذه التراويح لعدة أسباب. وفيه نصوص صريحة الدلالة واضحة تبين أن صلاة الليل هي غير محددة. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدده. صحيح السيدة عائشة قالت كما في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، أو كما قال. هذا ثابت، لكن الحديث داخل كذلك ابن عمر ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. قالوا أهل العلم، قال أهل العلم: هذا الحديث صريح والدلالة نتاعه واضحة وصريحة في أن صلاة الليل مثنى مثنى ليس لها حد، فلا بأس الإنسان أن يزيد على 11 ركعة. يقول لي أنت هو النبي صلى الله عليه وسلم عمليا ما زادش على 11 ركعة. إيش يقولوا أهل العلم؟ يقولوا: إذا اختلفت السنة القولية مع السنة الفعلية ماذا نقدم؟ نقدم القولية، لأنها أصرح وأفصح وأقوى في الدلالة. فرق البيان اللي فيه خطاب افعل ولا تفعل، وفرق بين الفعل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم تنتابه العديد من التأويلات، أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء هي من خصوصيته من خصائصه. مثال ذلك أنه يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ومات على 9 من خصائص النبوة، وأنه يصوم الوصال، يعني يصوم يوم كامل وما يفطرش المغرب، يعني يضيف إليه اليوم الثاني، يصير يومين متتاليين يسموه الوصال، وكان ينهى عن الوصال لعامة الناس، وهو من خصائصه، واحد من الأشياء التي من خصائصه، وكان يقيم الليل كل ليلة، فقيام الليل هو فريضة في حقه بينما نحن في حقنا السنة. فقال أهل العلم في الأصول، قالوا: إذا تعارضت السنة القولية مع السنة الفعلية فنقدم السنة، في الغالب نقدم السنة القولية لأنها أصرح وأفصح وأقوى في الدلالة. هذا مثال على نص صريح ودلالة في هذا الأمر. فالإنسان، ننصحكم نصيحة لله، إذا كان الإنسان دخل في جامعة وجد الإمام يصلي 20 ركعة، في أخي صلي 20 ركعة وحتى تنال فضل الجماعة مع هذا الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح السنة قال: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع إمام حتى ينصرف، حتى ينصرف، قال أهل العلم حتى يكمل الصلاة، يكمل صلاة الشفع والوتر، حتى يوتر. وبعض الناس تلقاه يجتهد ويتفلسف فيصلي 20 ركعة و10 ركعات وبعد يجلس ولا يتم الوتر، لا يصلي الشفع والوتر مع الإمام. هذا تقصير ونقص، ولا يحصل على الأجر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. فعليك أن تصلي الصلاة كاملة مع الشفع والوتر. نعم، مع الشفع والوتر، نعم. ليش؟ لأنه هذا هو الحديث: من قام مع إمامه حتى ينصرف، فصلي معه حتى تنصرف، حتى ينصرف الإمام يعني. فالحمد لله. بعد ما صليت الوتر هل يجوز لي أن أعيد الوتر؟ لا تعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، ولكن لك أن تقوم الليل بعد هذا الوتر. نعم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، صلى بعد الوتر، وهذا بيان وتشريع لنا في جواز الصلاة بعد الوتر. وإن كان هو قال: اجعلوا آخر صلواتكم وترا، هذا الهدي متاعه الغالب أنه كان يجعل الوتر في الأخير. لكن إذا الإنسان صلى الوتر واستيقظ في الليل طار عليه النوم وأراد أن يتهجد، يقول له: لا، ممنوع، لا تهجد، ما شاء الله، ركعتين، 4، 6، ولكن لا تعيد الوتر، لا وتراني فيه، فقد أوترت في أول الليل. واضح؟ ونصيحة أخرى كذلك على الإخوة اللي يرغبوا في قيام الليل، أنصحكم بأن تأخذوا بهدي سيدنا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بهدي سيدنا أبي بكر، فقد كان يوتر قبل أن ينام، يأخذ بالعزائم ويحرص باش يختم صلاته قبل أن ينام، لأنه ربما تقوم تستيقظ ربما لا، فالأمر يعني فيها
شك وما هو مؤكد. فالإنسان يصلي الوتر وينام، فإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى واستيقظت فلا بأس تصلي ركعتين أربع ست قيام، ولا تعد، لا تعد الوتر. ولكن إذا لم تصلي الوتر ونمت هكذا بنية القيام وفاتتك الوتر فستحصر على هذا الأمر. فالأولى أن يصلي الإنسان الوتر ثم ينام، وأن يتم صلاته وراء الإمام في التراويح ثم يعود إلى بيته. فإذا أراد أن يضيف لا بأس أن يضيف بعد صلاة الوتر وبعد قيام الليل، وكل خير وكل بركة إن شاء الله. الباب مفتوح. وقد ثبت عن السلف الصالح روايات كثيرة أنهم كانوا يصلوا التراويح 30 ركعة و20 و10، روايات كثيرة كلها ثابتة فلا بأس. والرواية عن سيدنا عمر مجمع الناس على سيدنا أبي وكذا كذلك ثابتة. ونحن نرى في الحرمين الحمد لله يصلوا 20 ركعة، وهذا باجتهاد وإجماع جمهور أهل العلم. فالأمر واسع، ما نضيقوش واسع وما نعسروش على الناس ولا نحرم الأجر والثواب إن شاء الله. فلا بأس تصلي 10 ركعات أو 20، الكل الأمر واسع على دليل الصلاة الليل مثنى مثنى، هذا صريح واضح في جواز الزيادة على 11 ركعة. واضح؟ فهي نعمل إن شاء الله. قال سيعرض لنا أمثلة على دلالة النص على هذه الأوصاف في العلة. قال: الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، صريح وقطعي. قال: وفي هذا والنص يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ما فيه شك ولا ريب. أنا هي النصوص اللي قطعية الثبوت؟ القرآن. وقطعية الدلالة أمر آخر، مرات يدل القطعي يفهمه العلماء أنه الدلالة بتاعه قطعية وهي نصوص قليلة، ولكن معظم النصوص تلقاها الدلالة بتاعها ظنية تحتمل أكثر من رأي، ولذلك فيها مجال الاجتهاد والرأي والحمد لله. الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، وفي هذه الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية، ويكون هذا بالصيغ والألفاظ التي وضعت في اللغة للتعليل، ألفاظ التعليل، أدلة التعليل، مثل لكي لا ولأجل كذا وكي لا إلى آخره. إذا لقينا الأدوات هذه فهذا دلالة على أن العلة صريحة، دل عليها النص في الكتاب والسنة وكانت صريحة في التعليل. مثال قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فوجود هذا اللفظ تعليل لئلا، هذا دليل، هذا تعليل من الله عز وجل واضح. فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى ما يتعلم الواحد يقول أنا والله ما عرفت الشريعة وما عرفت الحلال والحرام، أنا عشت في عماية وفي جهل، وربي ما بعثيش الرسل، معذور. لا، ربي سبحانه وتعالى لما يعني أبطل الأعضاء وأرسل لكل أمة أرسلها رسول، ففي كل أمة فيها نذير والحمد لله، حتى يقطع الحجة على هؤلاء ويقيم عليهم الحجة ويقطع هذه التعليلات. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا مجال أن يتعلى إنسان يقول أنا ما جاءني رسول، ما جاءتني الشريعة، أنا أجهل الحلال والحرام، أنا لا أعرف الحق من الباطل. لا، الرسول جاء والحمد لله وأقام الحجة على الجميع. وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مصارف الفيء وهي الفقراء والمساكين في سورة الحشر، فهذا الفيء الذي يوزع هذه الأنفال، هذه الغنائم توزع، ولماذا توزع على الناس؟ تصرف بهذه الطريقة. قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يبقى المال يتداول بين فئة قليلة من الناس تحتكره أيدي الأغنياء والأثرياء فقط. لا، جاء هذا التقسيم ورب سبحانه وتعالى أعطى هذه الحقوق للناس حتى الناس كلها تتمتع بالثروة المالية والثروة الاقتصادية في البلاد، حتى لا يبقى محتكر دولة بين الأغنياء منكم. لا، حتى الفقير عنده حق والحمد لله في أنسبة الزكاة ومصارف الزكاة ومصارف الفيء والغنائم كذلك.
قال فهذا النص صريح في أن العلة هي منع جعل المال متداولا بين الأغنياء دون غيرهم، يعني فقراء. مثال آخر ثالث، وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذه كما تعلمون القصة، قصة زيد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بهذه الصحابية، وبعد ذلك رب سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن تقع خصومات بين زيد وزوجته فتطلق. ومن عادة العرب أن الإنسان يحرم عليه أن يتزوج بزوجة ابنه حتى من التبني، يرون ابن من التبني هو ابن من الصلب، ما فماش فرق بينهما. فرب سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة الجاهلية باش يفرق بين الابن الصلب حقيقي وبين الابن بالتبني اللي هو مش ابنه حقيقة. فأمر ربنا سبحانه وتعالى أن يتزوج بزوجة زيد. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، يعني قضى حقه في زوجته، زوجناكها. لماذا رب سبحانه وتعالى زوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة، المرأة زيد؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، باش الإنسان ما يتحرجش وما يحرمش على نفسه الزواج من زوجة هذا، ما هو ده ابنه الحقيقي بل هو ابنه من التبني. وهذا بيان لمسألة التبني اللي تو مجلة حول الشخصية إلى الآن تنص عليها وتخالف الشريعة في هذا الأمر. فالتبني لا يجوز شرعا، عندنا الكفالة، نظام الكفالة، كفالة اليتيم. أما أنه الإنسان يعطي لقب متاعه لإنسان واحد آخر ويدخله فيشارك أبنائه من الصلب الحقيقيين في الميراث، هذه جريمة والعياذ بالله. يدخل عليهم أجنبي يشاركهم في الميراث طريقة ممنوعة شرعا، ثم يدخل عليهم أجنبي ويختلي ببناته وبزوجته وهو رجل أجنبي، فهذا لا يجوز شرعا. فعندنا كفالة اليتيم عندها نظامها ويبقى محافظ على اللقب بتاعه. أما بالتبني فهذه فيها إضرار حتى للطفل، مرات يكتشف أنه لهذا الإبن عنده أب حي، والأب بتاعه يملك ما شاء الله من أغنى الأغنياء رجل ثري، فإذا سحب منه هذا اللقب ما عاد يرث أباه الحقيقي، ما عادش، فيحرم من هذا الخير، يحرم من أصله وينسب إلى غير أبيه، فيشارك الناس في هذا الميراث، وهذا لا يجوز شرعا لأنه ما هو ابن الصلب، ليس له حق. إذن هذا قال فهذا النص صريح في دلالته القطعية على أن علة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، زوجة زيد يعني بزينب، بعد أن طلقها زيد هي ماذا؟ هي دفع الحرج عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني. باش رب سبحانه وتعالى يقول العادة هذه السيئة اللي تقول بأنه الابن بالتبني كما الابن من الصلب، وزوجة المتبنى كما زوجة الابن من الصلب، لا مش صحيح، ثم فروق بينهما، وهذا حلال وهذا حرام. قال جاب مثال من السنة، وقوله عليه الصلاة والسلام عندما أذن لهم بادخار لحوم الأضاحي بعد أن نهاهم عنه، قال وإنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فكلوا وادخروا لي، هذه اللام التعليل، قال لأجل الدافة فكلوا وادخروا، نهاهم في وقت من الأوقات عن ادخار اللحوم الأضاحي لأنه عندهم ضيوف من القبائل والأعراب جاؤهم من بقاع وهم فقراء ويعني محتاجين ومساكين وفي حاجة وخصاصة، فأمر الصحابة بأن يتصدقوا على هؤلاء ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل هذه الحالة من المجاعة والحاجة للأكل أو ذلك والفقر. بعد ذلك لما ذهبت هذه الحاجة والعلة تدور مع المعلوم الوجود وعدم كما يقال في القاعدة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يدخروا اللحوم، كما قلنا مثال ذلك في مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة كما في الصحيح. فالمقصد بتاعها هي ذكر بالآخرة، ذكر الإنسان بالله عز وجل وترقق القلب. فانهاء أول الأمر بسبب ماذا؟ بسبب خوفا على عقيدة الصحابة من الوقوع في الشركيات والعياذ بالله وتعظيم القبور، كانوا حديثي عهد. فبعد أن رسخ الإيمان في القلوب أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر. فنحن في هذا العهد كما يقول الشيخ عثمان بن مكي الطوزي لا نأذن لبعض الجهلة والعامة بزيارة المقابر، خاصة مقابر الأولياء، لأنهم يعتقدون أن الولي ينفع ويضر، فننهاهم كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأن العلة موجودة وهي الوقوع في الشرك وضعف الإيمان وفساد الاعتقاد.
فعلينا أن ننهاهم حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم وحتى يتشبعوا بمعالم التوحيد، بعد ذلك يؤذن لهم في زيارة المقابر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار العموم الأضاحي لأجل المجاعة والحاجة الدافة. قال فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي حاجة الوافدين، حاجة الوافدين على المدينة إلى الطعام، فلما زالت العلة زال الحكم بتحريم الادخار في خطأ مطبع يصلحوه. زالت العلة، فلما زالت العلة زال الحكم بتحريم الادخار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الادخار أول الأمر، ثم بعد ذلك لما زالت العلة ما عادش فيه مجاعة، فزال تحريم الادخار، أصبح الإنسان له الحق أن يدخر أن الحم والحمد لله. مثال آخر كذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. الإنسان لما يدق الباب يستأذن، لا ندخل بيوت حتى نستأذن، ندق حتى ولو كان على أمه، ينعم حتى على أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بينه في الحديث، ثم واحد يرغب يشرع أمه عريانة، أعوذ بالله، لا يقبل أن يرى أبوه ولا أمه عريانة ولا أخته. فالاستئذان هذا من أداب الإسلام، فعلينا أن نربي أبناءنا على دق الأبواب، وأن لا ينظر من ثقب الباب وثقب القفل، هذه عادة سيئة خبيثة. يستأذن يدق، وأداب الاستئذان معروفة، احنا بعد دخل تلقاه يجي يستأذن مرات في البيت، سبحان الله يخرجك حفيان عريان، يضغط على الزر ناقوس هذا الجرس ولا يرفع يده، ويقعد إلى خمس دقائق وهو ضاغط حتى يفزع أهل بتاع البيت ويخرج هكذا في حالة فزع. وهذا التخويف وهذا الفزع منه عليه شرع، لا يجوز. من الأداب أن الإنسان إذا استأذن فيدق دق خفيف، أو يضغط ضغطة واحدة على الزر على الجرس وينتظر. قال تنتظر حتى يكمل المصلي ركعته، وحتى يمضغ الآكل لقمته، يأكل خليه يبلع ويمسح فمه، واللي يقضي في حاجته كذلك يكمل حاجته ويخرج. فأعطيه مهلة دقيقتين ثلاث، وبعد عاود دق مرة ثانية ثم المرة الثالثة، فإن لم يؤذن لك فارجع. سبحان الله، هذه الأداب الشرعية كما علمنا ربي سبحانه وتعالى. أما بعض الناس تلقاه يضغط لأنه يتفزع الناس كل، لا يترك لك لا مجال حتى تلبس ثيابك ولا باش تكمل اللقمة ولا تكمل الركعة، فهذا من عادة الجاهلية علينا أن نتركها. فما أداب كذلك لما يدق الباب الإنسان يدق، كانوا ينقرون الأبواب بالأظافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش يكسر الخشبة ولا يقسم الباب شطاري، لا، ثم أداب. وإذا وقفنا أمام الباب لا يستقبل الباب ويستقبل أهل البيت ويتكشف على عوراتك ويبدأ ينظر شكون من ثم وراك، كأنه بوليس، كأنه أمن دولة، لا لا، دق الباب وتقف على يمين الباب أو عن يسار الباب، لا تقف هكذا في العراضة مقابل الباب. وربما يفتح الباب وترى مرأة متبرجة مسكينة ولا كاشفة عن جسمها، فلا يجوز شرعا أن يتكشف الإنسان ويتجسس على الناس، لا يجوز شرعا. فدق الباب، وإذا قيل من سمي نفسك قل فلان بالاسم المعروف. مرة دق واحد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يعني شكونك أنا؟ فما يقولش أنا، يسمي نفسه، قل أنا فلان ابن فلان، يعرفوك. فهذه الأداء يسمي دق الباب وينتظر، ثم لا يقف في قبالة الباب أيام يمنة أو ميسرة، وينتظر حتى يتم الإنسان في البيت غرض متاعه، وإذا كلمه لا بأس يقول أنا فلان من فلان، يعرف بنفسه حتى يعرفه أهل البيت. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني الإنسان يستأذن حتى لا يقع بصره على عورة، حتى لا يتكشف على الناس ولا يفضحهم. صريح قطعي في أن علة الاستئذان هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه، فيقاس عليه المنع من الاطلاع، من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل بيت غيره، فنقيس عليه كذلك الإنسان، لا يجوز شرح ما طلع من الشباك. هنا قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، الاستئذان كيف يكون على البيبان، على الأبواب يكون الاستئذان بالدق والجرس وكذا. فكذلك الإنسان لا يجوز شرعا مش يتكشف من الشباك، ينظر إلى جارته وهي في بيتها متكشفة وكذا، وغيرها يعني سافر غير متحجبة، فلا يجوز شرعا الإنسان يتجسس على غيره، لأنه المشكل هو العلة واضحة من أجل البصر. فالإنسان لا يجوز له شرعا أن يطلع على عورات الناس، هذا محرم شرعا. ونحن عندنا عادات والعياذ بالله
والله شفت أنا حتى في العمران في شريعة الإسلام لو تعود إلى الهندسة المعمارية عند السلف الصالح، يعني حتى بيوت المسلمين كانت تبنى بطريقة شرعية منظمة، فلا تجد الشبابيك قصيرة هكذا يعني في المتناول، أنه كل إنسان يتعدى على البيت لو ينظر يستطيع يشوف فرد البيت، يعني يعده وأن يراه فردا فردا. الشباك من السنة ومن أداب الشريعة في البناء أن يكون الشباك عالي طريقة الإنسان لا يستطيع أن يراهم في البيت، وحتى إذا ثم الشباك تكون ثم يعني حواجز هكذا أشياء تحول بين الإنسان وبين أن يتكشف عليه البيت، يعني ثم حواجز وثم أشياء تمنع النظر وتمنع أن يخترق بصر مرة إلى البيت. فعلينا أن نتخذ هذه الستائر، الإنسان عليه أن يتحفظ، والجيران ولكن يجب أن يحترموا الجوار ولا يتكشفوا على عورات جيرانهم، وإن كان هذا الأمر قل أن تجده إلا ما رحم ربي في هذا العصر، ولكن الإنسان يحرص على التستر وأن لا يتكشف على الناس وأن لا يطلق بصره في عورات الناس. قال فيقاس عليه المنع من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل بيت وغيره إلى غير ذلك. ب قال بعد الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، ب قال الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي، صريح واضح في دلالة لكن غير قطعي في العلية، لم يقطع بها الشارع 100% أنها هي العلة، أي أن النص يدل على العلة ولكنه يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا يعني ضعيف، ولكن الاحتمال موجود لا يمنع من ظهور النص فيها، فالنص ربما يقصد هذا وهذا ففيه دلالة على العلة هذه ممكن على علة واحدة أخرى، فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية، هي صريحة ولكنها ظنية ليست قطعية يعني تنفي غيرها، مثل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد سورة إبراهيم. قال فاللام في لتخرج تعتبر للتعليل، اللام للتعليل عادة معروف في اللغة العربية، وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة ليست للتعليل، فممكن تحتمل هذا ممكن تحتمل مقاصد أخرى، مش بالضبط هو جاءت للعلة فقط، أي لم ينزل الكتاب إلا لهذا الأمر، لا ربما نزل لأشياء أخرى كذلك فيحتمل هذا وذاك. قال بعد ذلك قال جيم الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، ما هو صريح في العلة في الدلالة عليها ولكن يشير إليه، يشير إلى العلة ويدل عليه وينبه عليه، وذلك بأن توجد قارنة تجعله يدل على العلة. ومن مظاهر هذا النوع، من أمثلة هذا النوع، قال مجيء جملة مؤكدة بإن بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لمن سأله عن صغر الهرة، الصغر يعني فضلة شراب الحيوان أو الإنسان، يشرب في آنية ويترك فيها فضلة طعام وشراب تسمى صغر، لما سئل عن صغر الهرة صغر القط تلعق فيه وتتركه ماذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني هل أن الماء طاهر أم لا، هل هو نجس أم لا، قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس لنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يصعب الاحتراز من القط والهر يدخل في البيت وينام معنا، فمن باب التخفيف جعل الشارع سؤر الهر طاهرة وليس بنجس، مش مثل الكلب، الكلب ممكن يحترز منه ممكن يخرجه من البيت، قال إنه ليس بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا الدليل الدلالة على النص على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة. هنا القرينة واضحة، قال مجيء جملة مؤكدة بأن بعد جملة جاءت مجتمعة على الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قال الحكم ليس بنجس، وبين شنية التعليل، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فرفع الحرج على الأمة هو
سبب هذا الحكم. قال أو بأن يقع الكلام موقع الجواب كقوله عليه السلام اعتق رقبه لمن أخبره بملامسته لزوجته في رمضان. وذكرنا القصة في الحلقة الماضية أظن لما سأل جاء هذا الصحابي وقال يا رسول الله قد هلكت. قال ما ذلك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان فأمره أن يعتق رقبه لأنه وقع على زوجته وباشرها وجمعها في نهار رمضان فأمره بالكفارة. أول شيء قال اعتق رقبه، فهذا سببه ماذا؟ هو أن وقع على زوجته، فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان. قال أو بأن يقرن أو بأن يقرن الوصف بالحكم من الدلالات على العلة بالنص غير الصريح. قال بأن يقرن الوصف بالحكم، فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو علته. فهذا الاقتران بين وصف الحكم يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو علته، هو الذي نتج عنه الحكم. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم تعليق الحكم بالمشتق، تعليق الحكم بالمشتق بالاشتقاق، تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذه السارقة وقع بعدها القطع فنتج عنها القطع إقامة هذا الحد بسبب السارقة. وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقوله عليه والسلام لا يرث القاتل، يعني حرم من الميراث بسبب قتله، فهذا هو علة الحرمان علة الحكم. وقوله لا وصية لوارث كما مر بنا، يحرم لأنه وصي. قال ولا يقضي القاضي وهو غضبان، لماذا يقضي؟ لأنه في حالة غضب، هذا علة النهي عن المقاضاة في هذه الحالة. إذن هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على دلالة العلة عن طريق النص، إما كتابا أو سنة. به بعد ذلك نأتي إلى الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية في الدلالة على العلة. قال ثانيا، قال المؤلف دكتور زين، ثانيا الإجماع. وقد يثبت كون هذا الوصف علة من طريق الإجماع، مثل الإجماع على أن امتزاج النسبين في الأخ الشقيق أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم هو العلة في تقديمه على الأخ الأب في الميراث، فيقاس عليه تقديمه أيضا على الأخ الأب في الولاية على النفس، ويقاس عليه أيضا تقديم ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق على ابن الأخ الأب وابن العم لأب على التوالي في الميراث، كما مر من هذا المثال سابقا أن نقاس هذه الأمثلة في الميراث وفي توزيع التركات، ولكن لم يكن فيه دليل من النص لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن أجمع أهل العلم على هذا الأمر وقاسوا عليه. نعود إلى الأمثلة التي سبقت في مسالك العلة. قلنا المسلك مسالك العلة يملك النص أو إجماع أو السبب والتقسيم باجتهاد أهل الأصول والعلم. أول شيء بينا قلنا أول دلالة هي على النص، وتكون إما بالتعليل بالصريح وتستعمل فيها أدوات التعليل كما لكي لا ولأجل كذا وكي لا، وذكر الأمثلة في ذلك. المثال الثاني بعد الآء وذكر في هذه الدلالة أنواع. قال المثال الباء الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي، ورأينا فيه أمثلة وتحتمل غيرها أحيانا. ثم جيم قال الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة. ومن مظاهر ذلك ذكر كما في مثال إباحة
استعمال صور الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم وقال إنه ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقال إذا استعملت أداة إن بعد جملة جاءت مجتمعة على الحكم، فهذا يبين إشارة على علة النهي وسبب إباحة النبي صلى الله عليه وسلم استعمال صور الهرة وعدم تحريمه لهذا الصور وليس بنجس. هذا رأيناه في الجيم. ثم آخر مثال بعد النص هو الإجماع. فضل شكون عنده إشارة أو استيضاح. كما تعلمون بأن متاحف الأصول هي صعبة الهضم، يلزمها تركيز ذهني ويلزمها أمثلة حتى تتبع الحال، ولذلك يقول علم الأصول هو مطلب أساسي لإيجاد ملكة الاجتهاد. هو مطلب أساسي لإيجاد ملكة الاجتهاد. الإنسان يدرس أصول الفقه حتى يعرف مصادر التشريع وحتى يعرف أدوات الاجتهاد لدى الأئمة وضوابط استعمال النظر في استنباط الأحكام الشرعية. فهو عمل فيه جهد عقلي وفيه اجتهاد ذهني، يلزم تركيز ويلزم مباحث وتعليل، ولذلك نفهمه قليلا قليلا إن شاء الله، ولكن بالتطبيق العملي في الأمثلة إن شاء الله عملنا ماذا نحن تبدأ ممكن السنة المقبلة ندرسوها شرح تفسير آيات الأحكام ثم شرح أحاديث الأحكام. لما ندرس إن شاء الله تفسير آيات الأحكام نرى مدارك وأدلة العلماء وقواعد الاستنباط عند كل إمام وعند عدة مدارس، ولماذا هذا قال بالتحريم وهذا قال بالكراهة وهذا قال بالاستحباب. ثم نفس الشيء كذلك عند دراسة شرح أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام وغيره، فترى تختلف مدارك العلماء وتختلف مذاهبهم في استنباط الأحكام، وكما قال ربي لكل وجهة هو موليها، كل واحد عنده أدلة وعنده مدارك وعنده أصوله ينطلق منها استنباط هذه الأحكام الشرعية. ولكن هذه خلاصة لتقرير قواعد وضوابط القياس وكيف ندرك هذه الطرق في معرفة العلة في مبحث القياس عن طريق النص أو عن طريق الإجماع أو عن طريق الصبر والاجتهاد. نشوفوا هذه الملاحظات إن شاء الله. قال السائل أو السائلة: شخص نظر صيام شهر ولم يقطع صيامه ماذا يفعل؟ شخص نظر صيام شهر ولم يستطع صيامه ماذا يفعل؟ هو نذر أن يصوم شهرا كاملا، فلا بأس أن يصوم شهرا متواصلا أو أن يصومه مفرقا، لا بأس. إذا عجز عن صيام شهر كامل متواصل أيام متواصلة فلا بأس أن يقطع ويفرق هذه الأيام، لا بأس، لكن عليه أن يوفر بنذره. لكن إذا أصيب مثلا بمرض العضال جعله عاجزا عن صيام الشهر فيترك هذا الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسقط عنه قضاء هذا الصيام الحمد لله. واضح؟ لا يطعم ولا يطعم. إن شاء أن يطعم مكان الصيام لا بأس، يطعم إن شاء الله 30 مسكين كل يوم يطعم يحس. قال السائل والسائلة: في بعض المساجد يصلي الإمام 20 ركعة أو دائما ينصرف ويأتي بإمام آخر يصلي بالناس الشفع والوتر، فماذا نفعل؟ هل ننصرف مع الإمام الأول أو نتم الشفع والوتر مع الإمام الثاني؟ هذه جميلة، يعني يتناوب على صلاة التراويح إمامان اثنان، وهذه موجودة في بعض المساجد، تجد الإمام الأول يصلي 10 أو 5 ركعات أو 4 ركعات أو 6 والآخر يتم، أو ثم من يصلي التراويح كاملة ويأتي بإمام آخر، لا بأس،
أنت إذا انصرف إمامك الأول فانصرف معه إن شئت، وإذا إن أردت أن تتم الصلاة فلا بأس، بدل ما انصرف الإمام فتنصرف، يكون ظاهري يعني حسب الظاهر، وإن كان هو مقصود به يعني جماعة المسلمين. يعني الإنسان لما يجلس ما يصلي مع الناس فيها شيء من الارتباك والارباك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى صلاة جماعة ثم رأى رجلا يجلس فقال: هل أنت مسلم؟ قال: نعم. قال: لما لم تصلي معنا؟ قال: لقد صليت في رحلي يا رسول الله، صليت في الخيمة بتاعي. ولا قال: إذا أتيت المسجد وأقيمت الصلاة فصلي معنا واجعلها لك نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجماعة المسلمين يجب أن تكون دائما موحدة، فإذا قام الناس يصلون فقم معهم صلي، لا تجلس. اللهم إذا كنت عندك عذر وكان في حال مرض فالأولى أن يصلي حتى مع الإمام الثاني إن شاء الله، ويتم صلاته بإذن الله. ولا بأس إذا استيقظ أو عاد إلى بيته أن يضيف إلى ذلك صلوات أخرى، لا بأس. فصلاة الليل مثنى مثنى كما رأينا ما يعصرش على نفسه إن شاء الله. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف دون تغطية الرأس؟ بالطبع النساء سؤالها مش خاص بالرجال، يعني المرأة جسمها كائن كله عورة إلا الوجه والكفين على قول بعض أهل العلم. نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن ورأسها مكشوف، لا بأس، ولكن الأولى أن تتستر. الأولى لماذا؟ لأنه كما تعلمون إذا قرأ القرآن جاءت الملائكة وحضرت، والملائكة تتأذى من عورات مكشوفة، فالأولى أن المرأة تستر نفسها إذا قرأت القرآن حتى بمزيد من الأجر والثواب، لا بأس لذلك. هو بالضرورة يعني تغطي رأسها، لكن لو غطت رأسها يكون أولى إن شاء الله وأحسن. بيوتنا نحن تعبانة، ومعظم المشاكل في البيوت بسبب غياب الملائكة وبسبب كثرة الشياطين فيها والعياذ بالله. الأسلوب الذي نستجلب به الملائكة هو طاعة الله وذكر الله وتلاوة القرآن، وعلينا أن نبعد العوائق والمنفرات التي تنفر الملائكة. تدخل بعض بيوت المسلمين كأنك في بيت إنسان نصراني أو يهودي أو بوذي مشرك، فتجد الأصنام والتماثيل والصور ذوات الأرواح، فهذا لا يجوز شرعا سبحان الله. نحن مسلمون، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. كلب كان رحمه الله معروف، قالت المرأة الأخرى: قالت لي: كانيش كانيش دائما كلب، وناخذ فيه للطبيب كل شهر، وتعمل له غسل يعني يومي حتى ولو غسلناه بماء زمزم، حتى ولو بخرناه وطيبناه وعطرناه يبقى ديما اسمه كلب أكرمكم الله. فلا يجوز شرعا اتخاذ الكلاب في البيوت، هذه تقليعة وموضة وعادة غربية، عادة كفار. نحن مسلمون، ولو كانيش كلب يبقى دائما، فلا يدخل البيت، يجب أن يكون خارج البيت. إن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، فعلينا أن نتقي هذه المنفرات. والصور كذلك في البيت تمنع دخول الملائكة، مرة تدخل البيت تلقى ما شاء الله في بيت الجلوس صورة ضخمة بوستير كما يقولوا، رجل بعينيه هكا وشكله وراس، من هذا؟ قل لك هذا أبي رحمه الله، أردت أن أكرمه وأن أترحم عليه. يا أخي هو يعاني من الصورة هذه، أنت تؤذي والدك، ربما يعذب في قبره بسبب هذه الصور. هذه من عادات المشركين، ما كان فما صور في دولة تونس وفي بلاد تونس إلا لما جاء الاحتلال الفرنسي، أو اللي جاب عادة الصور والرسوم، ما كانش عندنا، وجاب التماثيل ونص منها التماثيل فهربت الملائكة من تونس والعياذ بالله، وزاد الطاغية برقيل وجاب عادة التماثيل أصلا، فعملوا له تمثال كما في حال طلاب هذا وقت شرب يسهل إزالته، ما ركب على الحصان والآخر تمثال هذا كذا ومن خلدون ومن كذا. نحن مسلمون نخلد أعمالنا بالعلم النافع مش بالتماثيل والصور والرسوم، هذه عادة غربية عادة كفار. لا يجوز شرعا أن في بيت الإنسان يضع تماثيل أو صور، خاصة اللي فيها وجه ورأس، صور ذوات الأرواح، أما طبيعة ولا صور زهور وكذا لا بأس بذلك. حتى الصور الفوتوغرافية؟ نعم نتحدث عن الفوتوغرافية، لا، الصور اللي فيها وجه ورأس وفيها روح لا تعلق في البيت، باش تخبي صور في الأرشيف هكذا ذكرى لا بأس، تسير فيها الأمر، أما أنك تنصبها نصب الصور في البيوت تعظيم لها وتقديس، وهذا كان السبب الشرك في قوم نوح. رب سبحانه وتعالى بعث سيدنا نوح باش يقاوم الشرك هذا، الشرك بتاع الصور، وقالوا: لا تذرن آلهتكم
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هذه كانوا قال لك اسماء رجال صالحين كانوا على عهد نوح. فبعد ما ماتوا جاء الشيطان الى ابنائهم وقال اجعلوا لابائكم صور. فجعلهم صور وتماثيل في المجلس بتاعهم، قالوا اكرموهم ما تنسوهمش، وين البر بالاباء؟ بعد ما ماتوا هؤلاء جاء لابناء ابنائهم احفادهم وقال ان ابائكم، جاءهم الشيطان قال ان ابائكم كانوا يعبدون اجدادكم ولذلك نصبوا لهم التماثيل والصور، فصار الاحفاد يعبدون اجدادهم. فمن هنا وقع الشرك بالصور، اول ما وقع الشرك في تاريخ البشريه في الصور في عهد سيدنا نوح، ولذلك بعث ربي سيدنا نوح حتى يطهر العقيده من هذه الشركيات. ونحن عندنا شيء خبيث عند اصحاب الطرق والزوايا الصوفيه المتصوفه، عندهم ما يسمى بالرابطه. شنو هي الرابطه؟ تجد في مجالسهم، امشي لك الجماعه المدنيه واصحاب الحضره والشاذويه وكذا، يجلسوا في القاعه وصوره كبيره ضخمه للشيخ، الشيخ المدني والشيخ ما اسمه واللحيه والعينين هكذا كالشيطان والعياذ بالله، صوره ضخمه وينظرون اليها ويبدو يسبح لا اله الا الله لا اله الا الله وكته ورقص. ايش علاقه هذا الرجل بالله؟ يقول لك هذا الواسطه، بالنظر الى نور وجه الشيخ نصل الى نور الله عز وجل. حتى لو واحد من الجماعه المتصوفه الشباب قالوا لي جالس في المسجد ووضع صوره نصف صوره صغيره للشيخ يضعها هكذا بده يسبح لا اله الا الله لا اله الا الله وينظر الى الشيخ، صوره صغيره صوره نصف يعني بتاع تعريف. يجب ان تكون صوره الشيخ حاضر، لازم. هذا شرك، هذا عين الشرك. ايش علاقه الشيخ بالله عز وجل؟ انا واسطه ولا كلام فارغ اعوذ بالله. هذا هذا عبد مخلوق، لا يجوز شرعا ان نربط العبد بالمعبود المرموم برب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في افعاله ولا في اسمائه وصفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالصور في البيت هذه تمنع دخول الملائكه، صور ارواح حيوانات او بشر الى غير ذلك. العاب الاطفال، يستثنى العاب الاطفال الدميه التي تنتهك، وفما فرق بين الدميه ودميه. فما بعض الدميه الان شيء رهيب، دميه عباره عن انسان، دميه تتكلم وترمش عينيها وتتحرك وتبتسم، هذا عباره عن انسان. فالدمية التي تنتهك والتي تداس بالأقدام فتلعب بها البنت أو الولد وبعدين نتركها في جناح ونغلق عليها الدرج فنطمسها، أما أن نتركها هكذا منصوبة في البيت فتمنع دخول الملائكة. صار فيه تعظيم لهذه الدمية، صارت كأنها يعني شيء معبود. فالصور التي تنتهن وبالأرجل لا بأس بها في الزربية وشيء من هذا القبيل، واللعب التي يتسلى بها لغاية ربوية بيداغوجية لا بأس بها، أما لا تنصب هكذا في البيت فنستعملها للغرض وبعدين يتم تغطيتها أو يعني إدراجها في الدرج إلى غير ذلك. فيجوز قراءة القرآن والرأس مكشوف، لكن الأولى أن تغطي المرأة شعرها لأنها تعتبر عورة. لا بأس، لا بأس أن نجعل الآيات القرآنية في البيوت وفي المصانع وفي الإدارات وفي الجامعات تذكرة. اما كتابه الايات القرانيه في الشوارع فهذه فيها نظر، بعض الاخوه قالوا لي نحن نزين الشوارع ونعمل حكم، قلت لهم اكتبوا احاديث نبويه لا باس، هكذا تجد قنطره مثلا وجدار طويل لا باس ان نكتبوا فيه بعض الحكم بعض الاحاديث، وانصحكم ان تكتبوا احاديث نبويه خفيفه واحاديث نبويه تبشر وترغب الناس، ما تجيبوا احاديث تحكي عن نار وسقر وعذاب القبر وجهنم والاحاديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، دعونا من الكلمات هذه قويه. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالتهويل هذا والتنفير اتركوه. ويكون انسان ذكي كذلك، انا مر بالسياره استطيع ان اقرا جمله او كلمتين او ثلاث كلمات، انا لا استطيع ان اقرا فقره كامله. حتى عند الوقوف في الاشاره الحمراء في الضوء تكون خفيفه حتى تحصل الفائده، اما تكتب فقره كامله حديث قدسي فقرة فيها خمسة أسطر من سيقرأها؟ حتى المرة لم يقفوا ولم يقرأوا، أما يجعلوا هجا خفيف ومضات ومضات سطر سطر ونصف فقط، كلمة كلمتين كلمتين خفيفتين على اللسان حبيبتين إلى الرحمن ثقيلتين في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمناه ونحوه ونحوه. لماذا هذه الآيات؟
الآيات القرآنية تمتهن ربما ويقع فيها وسخ وكذا، فحفاظا على كتاب الله عز وجل لا نجعل القرآن هكذا على الحيطان، مو ربما فيه إهانة وفيه امتهان. أما حديث خفيفة وحكم لا بأس، لا بأس يحصل إن شاء الله المقصود، والله أعلم، هذا ما أراه والله أعلم. ما هي ضوابط المصلحة المرسلة؟ احنا بينا باختصار أن المصلحة المرسلة هي التي لم يدل الشارع على وجوبها أو استحبابها ولا على تحريمها أو كراهتها، مرسلة، ليس ثم دليل شرعي يدل لا على اعتبارها ولا على نفيها، مرسلة. كيف عرفنا بأنها مصلحة مرسلة؟ لأن عموميات نصوص الشريعة تستحبها أو تعتبرها أو تقبلها أو تدعو إليها، فاجتهد العلماء وقالوا لا بأس نجمع كتاب الله عز وجل فيها خير وبركة، فجمعوا المصحف ودونه والعلوم إلى غير ذلك، ووقع يعني سك العملة إلى غير ذلك، فيها منفعة، فقالوا مصلحة مرسلة ليس ثمة دليل يقيدها. وفما مبحث كامل باش يجينا بعد القياس إن شاء الله سندرس المصالح المرسلة باب كامل سنتوسع فيه بإذن الله تعالى. كذلك المطويات يبارك فيكم في الصيف وفي المناسبات، احرصوا على اختيار المطويات السهلة، أحيانا تفتح مطوية خطها دقيق جيد يعني لا يقرأ، فحاول يكون الخط في متناول عامة الناس ويكون الكلام خفيف، مش مطوية مرصوصة فيها ما شاء الله متن كامل، لا خفيف، كلام خفيف يسر ولا تعسر، وتكون مثل الفلاير هذه ورقة فقط، ورقة تقرأ، المطوية تكون في مناسبات معينة وتكون خفيفة توضع في الجيب هكذا. يختار المواضيع السهلة، ابعدوا على الأشياء الخطيرة ومسألة التكفير ومسألة التعسير وكذا وكذا وكذا، أرغبوا الناس، حببوا الناس في الجنة وفي طاعة الله عز وجل، حببوا الناس في رب العالمين، يذكروا نعم الله عز وجل، أسلوب الترغيب هو الأمثل في الدعوة إلى الله. والله أمس الحمد لله رب كرمنا ووفقنا، ذهبت في زيارة إلى صفاقس وألقيت هنا محاضرة، وأتاني بعض الإخوة هذول اللي عندهم جماعة يدعون في المقاهي لغير ذلك، يقومون بالدعوة في المقاهي وفي بعض الاجتماعات، والله شيء سر الحمد لله، يعني حدثوني عن إنجازات ضخمة، رب يبارك في أعمالهم حتى صار يعني أخبارهم وتجربة هذه أصبحوا يقوموا بها في الشرق وفي بعض مناطق الخليج. وقال صدى طيب والحمد لله، وقال لي الأخ المسؤول هذا أحمد قال لي عندنا طلبات بالعشرات حتى السجون، يعني ذهبوا إلى السجون إن شاء الله وذهبوا إلى المناطق حتى المصالح والثكنات العسكرية والأمنية، ويلقون يعني خطاب طيب وبسيط ما شاء الله وترغيب في المقهى، الناس ما هي متعودة تسمع المشايخ، فالإنسان يذهب إلى هذه الأماكن والحمد لله يكلمهم لغة سلسة لغة طيبة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتكبر ويقول لك أنا شيخ نروح، إيه نعم تروح، أنت أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المشركين في مجالسهم، يغشاهم يمشي لهم هو يروح لهم ويمشي لأهل النفاق وكذا ويسمعهم كلام الله عز وجل ويدعوهم إلى الحق وإلى الهداية. فنحن نمشي للناس في المناسبات، في تجمعات شبابية كثيرة، فعلى الإنسان أن يغتنم هذه التجمعات ويبث الدعوة وكلمة الخير، ولكن علينا بالصبر على كلام الدعوة لله عز وجل فيها يعني مشقة وفيها كلفة، ويلقى الإنسان من المعاناة شيء كثير، ولذلك رب سبحانه وتعالى قال في وصية لقمان قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعد قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، من يدعو الله عز وجل سوف لنجد الأرض مفروشة بالورور والترحاب، ولا لا مش يلقى من يسبه ومن يضربه ومن يعاديه، فعليه أن يصبر وأن يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمن يدخل الجنة ومن يريد الجنة عليه أن يصبر، مش يلقى مكاره وعمدته ومعاناة وإذا إلى غير ذلك، فعلينا أن نصبر، نصبر على الناس زاد، فنذهب ندعي في، ندعو في مقهى، في نادي، في قاعة ألعاب، حتى في أفراح، في عروسات، لا بأس، وفي المآتم نغتنم الأنفس تبدأ منكسرة وخشوع وكذا، فرصة مش تذكر الناس، يتوبوا على يديك ما شاء الله من الإخوة والأخوات، فالإنسان يصبر على الناس، ما ينتظرش النتيجة عاجلة، لا، احنا بعض الناس يستعجل تلقاه كأنه عنده جهاز تحكم، يلا تك يلا طول يلا تك تحجبي يلا صلنا يلا صلي، لا الناس ما هي روبوت، ما هي أجهزة، ما هي آلات، عندها أنفس وعندها عقول، فادعي رب العالمين سبحانه وتعالى يكرمك بأنه يتوبوا على يديك، وادعي رب العالمين أن يهديهم مقلب القلوب، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. سيدنا نوح كان يدعي القوم بتاعه 950 سنة
قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا وينوعلهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف الأدب وشوف الخلق وشوف الصبر والمعاناة 950 سنة وهو يدعي. قال ربي وما آمن معه إلا قليل. ما خرجوا معاه في السفينة وركبوا معاه في السفينة إلا 70 واحد بين رجل ومرأة مسلمين مؤمنين والبقية كلهم كفار. رب سبحانه وتعالى أرسل عليهم الطوفان دمرهم الكل وقتل البشرية كيف في الأرض قضى عليه وما آمن معه إلا قليل. فإنسان يصبر يأتي النبي يوم القيامة ومعه النفر ومعه النفرين والثلاثة ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي قاعد 100 و200 و1000 سنة لم يجي معه حتى حد ما أسلم على دين حتى حد تلقاه ذليل يوم القيامة حزين حتى حد ما أسلم على دين. فاحمد ربي انت يجي يوم القيامة ودخل على يديك زوز 3 4 5 10 دخل يصليه. فهذه نعمة كبيرة من الله عز وجل. نصبر على الخلق ونطور وسائل الدعوة وكما قلت لكم المطويات طوروها عملوها طبعة محلية حطوا فيها استشهادات علماء الملكية مشايخنا. ثم بعض الناس مازالت الآن عندها حساسية وهابية سلفية من عرش شنية ملوخية لا دعنا من هذا. هذه كلهم أهل السنة الحمد لله. طبعا حطوا لك مشايخنا محمد مكي بن عزوز محمد طاهر بن عاشور الشيخ محمد خضر حسين والشيخ كذا 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 موجود وعلماء الملكية والحمد لله موجودين. أنا أذكر المقال حول النقاب موجود على صفحة الفيسبوك كذا فرح به العديد من الناس والحمد لله لأني جبت أدلة الكتاب والسنة وما أقول المذهب الأربعة وبعد جبت أقول الملكية وبعد جمعت فتاوى مشايخ الزيتونة في القرن 14 الهجري يعني في القرن الماضي كيفاش كلهم أجمعوا على وجوب النقاب إلا الشيخ محمد طاهر بن عاشور قال باستحبابه. ها تحبوا الشوخة المالكية ها شوخة الزيتون ماذا يقولون. الناس مش فاهمة المذهب المالكي ومش عارفة المشايخ الزيتون يظنهم يعني جو من القمر جو من كوكب آخر. لا الكل إسلام واحد سبحان الله كما قال البوصيري وكل من رسول الله مقتبس غرفا من البحر ورشف من الدين. فدين الله هو واحد فماش فرق المذاهب كلها من أصل واحد متقارب والحمد لله. ولكن من باب وخاطب القوم بما يفهمون فنحن نعتمد إن شاء الله ما رجعنا وهي كثيرة وكثيرة جدا في إصلاح عقائد الناس وفي بيان السنة وفي التحذير من الضلالات والبدعات. فحاولوا تعتمدوا ما رجعنا إن شاء الله عشان الناس ترتاح وتطمئن لهذه المطويات ولهذه الرسائل الدعوية. قال السائل هناك من أهل العلم من قال إنه يجوز أن يوتر مرة أخرى ويصلي ما شاء الله ثم يوتر مرة أخرى أي أنه يصلي يوتر 3 مرات أي هذه هيلة لو ينسي يصلي 3 مرات الوتر. أنا لم أرى هذه. ثم قولة تقول الخولة ضعيفة وموجودة عن بعض أهل العلم يقول لك الإنسان يصلي الوتر وقام من الليل يزيد ركعة أخرى بنية أنه يلصقها للوتر اللي صلاه يعني يقرن بها الوتر الاخر فيوتر يشفع ولكن هذا قول ضعيف. يشفع هذا الوتر بركعه اخرى هذا قول ضعيف غير معتمد وما عنده حتى اعتبار. اللي صلى الوتر انتهى او ترى لا وتراني في ليله لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر ولا يعمل العمليه هذه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر اي نعم نحن يجوز باش نصلي بعد الوتر ما هو امر محرم لا باس. واضح؟ قال هذا أمر آخر. شفت الشيخ العثيمين رحمه الله يتحدث في الدرس قال يجوز للإنسان الذي أراد أن يقوم الليل قال بعد ما يصلي الإمام صلاة الوتر هو ما ينوش معه وتر ينوى شفعة فالإمام يسلم يقول السلام عليكم ويقوم هو يزيد ركعة أخرى فتقعد الشفعة وتقعد السلام مفتوح. هذا قول وجود عن أهل العلم وإن كنت لا أحببه لا أريده. تصور الإنسان قال السلام عليكم الناس كل قامت مش تخرج وأنت واقف تصلي. تقول إيش بيه يا مجنون؟ ماذا يصنع هذا؟ مسبوق. هذا الشيعي هذا وتكثر عليك التهم. فما مسبوق في السفلول ما فماش مسبوق. تلقى في السفلول يصلي الثاني. والتراويح كبرت مش مسبوق 20 ركعة. فتكثر الأقاويل وهو كاين
يعمل في دعاية لنفسه. كم الإنسان يقعد يتكى على السارية يرتاح فتأخذه العزة ويحس بنشوة. انظروا إلي أنا سأقوم الليل بعد هذه الصلاة، أنا سأتفوق عليكم، أنا من المتهشدين. يا أخي اتق الله، صلي الوتر مع الناس واستر نفسك، خليها لله وروح للدار وقوم وزيد صلي، ما يسمع لك حد. أما أنك ما تصليش لأنك تعلن للناس أنك مش تزيد تصلي بعد التراويح في بيتك، فوقعت في الرياء من حيث لا تشعر. كذلك تقوم تعمل شفع كذلك، هذه فيها مخالفة. فالأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد. كذلك إذا كان سلم الإمام تسلم، فالصلاة انتهت. فالأولى أنه يصنع هذا، وإن كان قلت موجود قول عن أهل العلم، ولكن الأولى تركه. نعم. لو كان هو في صلاة التهجد يعني وأدركه الأذان ولم يصلي بعد الوتر، يعني هل يوتر؟ أدركه الأذان؟ الأذان يعني صلاة الفجر. قلنا أنه عندنا قول في مثلا مالكي، إذا كان الأذان الفجر يؤذن تستطيع تصلي الوتر بتاعك. إذا أتم أنت تتم الوتر هو يتم الأذان لا بأس. وإذا فات معاش نجم تصلي؟ لا، إذا كان فات تولي تقضى مشفع كما قلنا، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النهار صلاه شيخ يقولون 12 هناك فجر كاذب وفجر صادق، يعني هذا موضوع اخر عاد. يعني اذا كان بعد الاذان بالضبط يقول هذاك الكاذب يعني تنجم تصلي فيه او تشرب فيه او كذا. في تونس ما عندناش فجر صادق وكاذب، الاذان بتاع الاذاعه هذاك هو الفجر الصادق. اذا كان اذن ما عادش تاكله، كله هو يأذن، اشرب دواك هو يأذن، لكن كمل مع الأذان، هو كمل الأذان في الأخر، يعني إذا كان ضاق بك الأمر كمل مع نهايه الأذان، أما بعد ما انتهى الأذان ما عشتك. الأمر هذا يلزم لجنة وخبراء من مشايخ ومختصين في علم الفلك وناس تقنيين يضبطون المسألة دي، خاطر فيها بلب لو فيها غضاير لم تتضح الرؤية فيها. بعض الناس ذهبوا إلى الصحاري والبحار والفلات والأرض وكذا وقالوا لقد راقبنا الفجر، فلما نرى الفجر قد طلع والأذان يأذن في الإذاعة والدنيا ما زالت يعني ظلام دامس ظلمة حيسك نقول، وقالوا مثلا إذن الأذان هذا قبل وقته بكري برشا، وهذا كلام فيه نظر الله أعلم. فقالوا إذا لا يجوز باش نصلي مباشرة من الإذ، وعندنا الحق باش ناكل ونشرب حتى هو إذ، لكن هذه أدخلت بلبلة وفتنة. ووقت حتى في السعودية في وقت من الأوقات نتذكر وخرج فيها الشيخ ابن باز رحمه الله والعثيمين رحمه الله، خرجوا فتوى باش أكدوا فيها أن الأذان متاع السلطة ومتاع الدولة اللي تجي في الإذاعة ذاك هو الفجر الصادق، ودعوا الناس إلى منع الأكل بعد ذلك. يعني ذكر هذه خرج فيها فتوى وأذن فيها. نلقاو في مكة ثم أذنين اثنين، الأذان الأول قبل بساعة، قبل بساعة من أذان الإذاعة يأذن حتى يقوم الإنسان يغتسل على جنابه واللي صائم مش يتصحى واللي كذا وكذا وكذا، فهذا موجود، نحن ما عندناش أذان هذا. فإذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تلعبوش بصيام وخاصة في رمضان يبارك فيكم. واحد يقوم ياكل قبل الأذان، إذا كان دخل عليه الأذان ويأذن لا بأس، يعجل فيشرب وياكل دواه وكذا وكذا، وبعد ذلك يغسل الفم تاعه بالفرشاة ويعلق صيام الحمد لله. لكن شيخ في المقابل نلعب صلاة شيخ قاعدة. لا، صلاة الجماعة نحن نفضل لها نصلي بعد نصف ساعة من الأذان الصبح. والمرأة شيخ. وخمسة أبراش فلا بأس. المرأة نقول لها هي المرأة تسمع الأذان وقوم تتوضأ، ما توضأت وحضرت سجادتها لما انقضت ربع ساعة، فهي تصلي بعد 10 دقائق ربع ساعة لا بأس إن شاء الله. خاطر الشيخ الرصد الجوي في منزلة حسبوها لقاو أكثر من ربع ساعة. شيخ الرصد الجوي يعني ناس رسميين الله أعلم، شيخ عملوا محاضرة ومسجلة. أنا قلت لك المسألة هذه يلزمها ناس مشايخ مختصين في العلوم الشرعية وناس ثقات يخافوا ربي من الرصد الجوي، تقنيين ثقات من أهل الصنعة، وناس خبراء ويجتمعوا ويعملوا دراسة ويحسمون المسألة هذه. إلى الآن مازالت راهي غامضة وكثر فيها اللغط وكثر فيها. نحن في انتظار هذا الأمر، نحن ما ناكلوش الماكلة بعد الأذان نتاع الصبح، وبرشا أخوة يعني غفر الله لنا ولهم قبل أذان المغرب يبدو ياكلوا في التمر في الجامع، مازال ما أذنش لذا، قالوا لا غروة الشمس، نحن شفناها غروة، طلع الأخ في الجبل وشافها غروة، يقول لي اتق الله، دور الأمور منظمة، وأنت يعني تصبح متهم وتثير الشبهات حولك، الناس يعني تصدر تسقط العدالة بتاعك، وما عادش الناس تثيق فيك تقول هذا فاسق، هذا ياكل في نهار رمضان، مازال 10 دقائق على أذان المغرب وهو يفطر، قال شنو سمعنا الأذان.
في الإنسان يتقي الله يحاول يحافظ على دينه ويلعبش بالفريضة وبالدين بتاعه. فإذا سمع الأذان إن شاء الله في الصبح يصلي يوقف الطعام ويوقف الصحوة بتاعه ويمشي حضر نفسه ويصلي الفجر والسنة بعد ذلك الفرض، وهذا يكون بعد ربع ساعة 20 دقيقة لا بأس الحمد لله للخروج من الخلاف. في الأذان المغرب كذلك لا يفطر حتى يؤذن المغرب في الراديو يعني في الإذاعة إن شاء الله. شيخ في الإمساكيات اللي وزعهم في رمضان ولا في نشر الجوال إمساك يقول قبل بعشر دقائق من وقت الأذان ديما حتى مبالغ فيه هذا. أما واحد لا بأس يقوم قبل عشر دقائق ويبدأ ياكل، ثم ناس يزيدهم نصف ساعة باش تكمل على حالة. معناها هو ما يقطع الأكل كان مع الأذان. أي على الأذان طيب إن شاء الله. يا شيخ أنا كنت أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لكن الإشكال أني إذا صمت لا أستطيع فعل شيء قرآن ولا غيره. فأيهما أفضل الصيام طلب العلم؟ هذا يذكرهم سيدنا عبد الله بن مسعود كان ليكفر من الصيام لأنه يحب القيام، كان واظب على قيام الليل، كان رقيق وضعيف البنية هو رضي الله عنه وارضاه، ولكن كان بطل من أبطال الإسلام هذا الرجل العظيم عبد الله بن مسعود. فكان ليكفر من الصيام يعني يصيم 3 أيام في الشهر تقريبا أو أيام هكا البيض وكذا. فالأخ والأخت اللي قال لي السؤال هذا يقول له خفف عن نفسك، يعوض تصيم في الخميس دائما، صيم 3 أيام من كل شهر. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال أوصاني خليلي ألا أدع صيام 3 أيام من كل شهر وقيام الليل وصلاة الضحى فيما معناه. فأنت صيم اثنين وخميس واثنين ما شاء الله ما نظنش تأثر عليك، اثنين وخميس واثنين لا بأس. وهل يجوز صيام الاثنين بمفرده؟ سمعت مرة شيخ من الخليج قال هذا غير مشروع. ما شاء الله عليك قلت له أعطيك الصحة، كيفاش غير مشروع؟ الغير مشروع اللي ما فيهوش دليل شرعي، لكن عندنا دليل نحن الحمد لله. جاء كما في صحيح مسلم أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما قولك في صيام يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ومات يوم الاثنين. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أولا الصحابة على صيام يوم الاثنين، ثم زاد زكاه وبارك وبين يعني فضل هذا اليوم. فيجوز شرعا إفراد يوم الاثنين بالصيام لا بأس، ما نصعبوش على الخلق وما نتعنتوش في أمر الدين إن شاء الله ما دام ثم فسحة. قال السائل أو السائلة هل يجوز للرجل أن يصلي قيام الليل في جماعة مع زوجته خارج رمضان؟ نعم بالعكس، هذا من أعظم أعظم الأعمال البر حتى تكون الأسرة ما شاء الله نشيطة في طاعة الله. فما حديث إذا قام الرجل فأيقظ زوجته فلم تستيقظ فنضح الماء في وجهها فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث صحيح موجود في صحيح الجامع في الصحيح أظن. الإنسان يسعى باش ينشط أهله يشركهم باش يصيم اثنين وقالها يلا زوجتي العزيزة شرائك نصيم يوم الاثنين غدا، ويأتي بالسحور ويأكل بالياغورت والغلال وكذا ويوقظها في السحور وتاكل معاه فيصيم معاه ويشركها في العشر. هي مسكينة منهكة ومتعبة في البيت وفي الأطفال، فأن يشرك زوجته في الصيام والقيام لا بأس، هذه من أعظم أعمال البر. ماذا بينا ما نكونش أنانيين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شيخ نعم شيخ هل قيام الليل هو صلاة فقط أم قراءة القرآن ودعاء؟ لا هو القيام أساسا الصلاة، القيام يعني أنك تقوم بين يدي الله تقرأ القرآن في الصلاة خلال الصلاة ومعها استغفار وكذا ودعاء لا بأس. أما إذا قيل القيام فمقصود به التهجد يعني صلاة الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مسؤول يعني القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. التهجد هو القيام الصلاة الليل. هل يجوز وضع كاسات قرآن في صومعة المساجد في الحي لتذكير الناس بكلام ربهم؟ والله أنا ما نحبش نعترض على وضع القرآن في الصومعة يعني في المصبح في البوق، هي أمر حادث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحبش نقول حرام وما نحبش نقول حلال، نسكت مش نمنع الأمر. هو صحيح أحيانا يشوش على بعض المصلين في الجامع ولكن ما هوش فيه مشكلة. بعض النساء مرات يسألوني يقول لي توانا نحط قناة ولا إذاعة تقرأ القرآن ولا مسجل وانا نقضي ونمسح ومرات ما نركزش وما ننتبهش وما نتبعش قراءة القرآن كما قال ربي إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونقولوا للأخ وللأخت رأوا الآية هذه نزلت في الصلاة
ربي أمر المصلين إذا كانوا مأمومين أن يستمعوا إلى تلاوة الإمام وينصتوا، أما خارج الصلاة مش لازم أنك تنصت وتتبع، تبع لا بأس عندك أجر، لكن إذا كان اشتغلت بعمر آخر لا بأس، فخلي القرآن يقرأ مش لازم تتبعه كلمة كلمة، هذا مش فرض. هل تبطل الصلاة في مكان به تصاوير وتماثيل؟ لا، الصلاة صحيحة، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز الصلاة في الكنيسة، والكنيسة فيها الصلبان الشركية الكفرية والتصاوير والعياذ بالله، يجوز مع الكراهة، يجوز، ولكن مع الكراهة. هل يجوز للمرأة أن تدرس علوم تجويد ويكون المدرس رجل وليس بينهم حجاب؟ والله فيها حرج، أنا أتحرج لما يدرسك رجل يقابلك عقيدة أو فقه، ما هو مشكل، يغض بصره هو ويجاهد نفسه، وفيها حرج كبير ولا كلام. أما أنه يدرس البنت والمرأة وتبدأ يطالبها بمخارج الحروف والقلقلة وينظر لها كيفاش تخرج الحرف وهي تنظر له، فيها فتنة بصراحة. الأولى أن المرأة تدرس النسوة، خاصة علم التجويد، أحكام التجويد، خاطر ضروري الأستاذ والشيخ ينظر إلى الطالب كيفاش يخرج الحروف، وهذا الرجل ما هو ملائكة، يظن الناس أن الشيخ صار ملائكة، لما صار شيخ صار معصوم، ما هو صحيح، كنا بشر. فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فشرعا يعني ممنوع أن الرجل يدرس امرأة القرآن وينظر إليه، ففيها حرج، أما من وراء الستار لا بأس. قال وسماع الصوت بصراحة كذلك في فتنة من الرجل، ما يظن الرجل أن المرأة تقرأ القرآن بصوت متخشع ما تأثرش فيه، لا، تثير كوامن الغريزة وتثير الشهوة وتفتن الرجل عيد الله، مسألة كبيرة. فالأولى ربي يكرمنا أن خرجوا فتيات أخوات مقرئات وهن يتولين الأمر هذا إن شاء الله. من نسي أن يصلي الوتر في وقته متى يقضيه؟ ما عادش يقضيه، لكن إذا كان مش يقضي يولي مثنى يولي شفعة، ما عادش يولي ثلاثة تولي أربعة، ما عادش يولي ركعة تولي ركعتين. هل ورد في مذهب المذاهب المسح على باطن الجورب مع ظاهره؟ نعم، في مذهب مالك عندنا قول أنه يمسح الباطن الخف مع ظاهره، موجود قول ضعيف لا محالة معه، فيه حديث ضعيف استدل به، ولكن الراجح أنه يمسح ظاهر الخف وظاهر النعل وظاهر الجورب، لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، والحديث في بلوغ المرام شفناه. هناك من يضع الصور بدون نية التعظيم، هل يجوز؟ ما قلنا المعصية ما تدخلش فيها النية، إذا حاجة محرمة شرعا ما توليش نيتك الطيبة تردها مباح. مثال ذلك بسطناه فيما مضى، قلنا إنسان يصافح امرأة أجنبية عليه، يعني ما هي مرته، ما هي زوجته، ما هي أخته، ما هي أمه، تقول لك كيفاش؟ لا يجوز شرعا مصافحة امرأة أجنبية، يقول لك والله نيتي طيبة، نيتي صافية، يا ودي صافية ولا صبرين، ما يهمنا، يهمنا نحن أنه هذا العمل محرم، حرمه الشارع، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أصافح النساء، والسيدة عائشة قال كما في البخاري ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلى امرأة كان يملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره في الطبراني يقول أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فأصل اللمس حرام، إذا فالنية ما تغيرش، شفناها بغير النية إنما الأعمال بالنيات. مثلا راقصة رقاصة مصرية تقول أنا مش نعمل حفلة بتاع رقص ومش نتصدق بالفلوس والأموال بتاع الرقص لأطفال فلسطين مساكين، يولي رقص حلال؟ هل يصبح الحفل حلال؟ لا، على طريقة زنت وتصدق، نقول لا، حتى وإن كانت النية حلال فلن تصبغ هذا العمل ولن تغيره ويبقى ديما محرم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالحلال بين والحرام بين. هل المقصود كامل البيت أو الغرفة بالنسبة للصور؟ خي الملائكة ما تدخل من الباب، تلقى بالقعاد، تدخل تلقى بالجلوس وتلقى، ماذا بينا نطهروا البيت الكل، ما انت تلقوش الصور والتماثيل كلها تكسر بالحكمة والموعظة الحسنة. هل إذا أفسد لك شخص متاع هل يجوز أن تأخذ مقابل؟ نعم تأخذ، عندنا مثلا تونس يقول لك لا حرام تأخذ الغرامة، هذا كلام فارغ، أنا غرامة إنسان عطيته متاع وكسره فلك الحق أن تسترد العوض متاعه، يعطيك مثله فلوس مال، ودليل ذلك ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس كان واقف وأجاد
بعثت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام في إناء. فلما سمعت السيدة عائشة بأن واحد زوجاته هي بعثته الطعام ضربت الإناء فسقط فانكسر وسقط الطعام. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وشدها من شعرها وضربها كما نعلم نحن إيش قال؟ قال لقد غارت أمكم، أمكم عائشة غارت. والغير أمر طبيعي، ثم واحد بغيرش عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بنغير عليها الرجال، خلي زوجاته رضي الله عنها أجمعين. ثم أمرها قال إناء بإناء وطعام بطعام، أمرها باش تعوض تجيب تبسي أو إناء ولا صحن كما اللي بعثته المرأة وتعوض لها. فالإنسان اللي أعطاك حاجة كسرتها عوضه، إذا كان سمحت بارك الله فيك مزية منك، أما تعوض نعم تعوض. فيما يستنفع نعم، لأن يعني كان بالصيد يجوز تعويضه أيضا في مدى الجنة. الله أعلم كيفاش كان بالصيد؟ كلب الصيد يقال معناتها تقتل الواحد كلب يستنفع بيها بالطبع. نعم كل حاجة فيها منفعة. إلا تفضل شيخ، إذا كان مثلا أقرضت واحد جهاز مثلا أتلفه فطالبه مثلا عوض لك الجهاز يكون جديد فلا يدخل فيه هذه الفائدة معناتها؟ لا لا، يلزم الجهاز كيما اللي خذاه. إذا خذا جهاز هو حاسوب مثلا مستعمل يسوى 500 دينار، فأنت بعد تقول له جيب لي واحد من باكو صحيحة بلف ونص، لا حرم عليك ولي بلابخ ينجم يعوضك واحد كيفه يعوضك مال شيخة يجوز يعوضه بالتقدير. رب المال الذي كمان هو موجودة مقابلة فيعوض بالماء معنى شيخنا بالتقدير تقول حسب التقدير. أي نعم حسب التقدير. قال في السفر عند اللقاء أسبوع مثلا في نزل أو في بيت إيجار، فكيف يكون الجمع والتقصير؟ فهل هذا واضح؟ لا، التقصير يكون في 3 أيام فما أقل. إنسان يقصر كي يكون مسافر يوم يومين ثلاثة، أما إذا كان مش يستقر في النزل يقعد أسبوع أصبح مقيم ما عاد مسافر، فيصلي الصلوات كاملة، صلاة رباعية تقعد رباعية ما تصبحش ثنائية. أما إذا كان مسافر يوم أو يومين أو ثلاث فيقصر. إذا كان يحب يأخذ الرخص، أما كان يحب يمشي الجامعة يمشي الجامعة يصلي حاضر لا بأس، فيقصر الرباعية تصبح ثنائية فقط. يجمع للضرورة، إذا كان مش يركب في وسيلة نقل ما يتيسر له بدون ضرورة بدون ضرورة ما يجمعش، فيصلي في الصلوات في وقتها الحمد لله. أما الجمع يكون للضرورة كما نحن في ميناء نصلي الصلوات في وقتها تقصير الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز العمل في مصنع لصناعة الزبدة النباتية كالمارجرين والتي تحتوي على زيوت مضرة بالصحة لذلك حسب عدد الدراسات؟ هذه فيها خلاف وفيها نظر. أنا سألت مرة واحد مختص في التغذية قال لي سألته على الزبدة هذه جولدينة كانت قبل اللي يسموها توا جديدة وزبادي كذا، هذه فيها أنواع، قال لي فيها نوعية خبيثة اللي فيها سموم وتعمل سرطانيات وبعض الناس ممكن يتاجروا ويستعملوها، أما فيه نوعية من المارجرين قال لي هي طيبة وما فيهاش أضرار، يعني يستعملوها العديد من الدكاكين والمعامل نتاع المرتبات والتغذية. فالإنسان إذا كان مثلا نص نص ما هي فيها ضرر محقق فما يبلغش يقول لا. سبحان الله ما نجعلوش الأشياء خبيثة بسرعة هكذا، ما هيش خمر ولا يعني لم يتحقق ضررها 100% فلا نجزم بأن فيها ضرر، لكن قالوا فيها بعض الشبهات. إذا كان عندك ورع وتخاف ربي من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فلا بأس اتركها شوف الشغل آخر، أما إذا كان لم يتأكد أنها مضرة فلا بأس يشتغل في المعمل هذا الإنسان ويتق الله ما استطاع كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان تأكد لديه أنه مضر فيتركه ولا لا، ومن ترك شيء من الله عوضه الله خيرا منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صحة الحديث من اعتمر في رمضان كأنما حج مائي؟ نعم حديث صحيح هذا في صحيح السنة، النبي عليه السلام جاءت امرأة وقد فاتها الحج كذا فقال لها حجي في رمضان، قال لها اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي. فدعاها لي الصحابي ونصح به أن تعتمر في رمضان وبين أن عمرة في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجر وفضل عمرة رمضان هو أعلى وأعظم من العمرة في ما سوى رمضان، معروف هذا الكلام، ولذلك حتى الثمن بتاعها معروف أغلى وأكثر يعني. حتى التجار وأصحاب وكالات الأصفار عندهم فقه وعندهم دراية بالسنة، حتى اللي يبيعوا الخرفان احيانا نبدا نطوف في عيد الاضحى نختار يعني خروف على السنه كما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم اقرا عنده قرون واملح يعني فيه بياض فيه سواد
ينظر في سواد، عنده مرايات كما يقولوا في عينيه، ياكل في سواد، يبرك في سواد، يمشي في سواد، عنده سواد فوق الحافر على ركيبه، فتلقاها ما يضعه جانبا والثمن نتاعو مرتفع، يعني بانه فيه مواصفات السنه، فتلقى الثمن نتاعو يعني 700 وانت طالع. كله شباب. نعم. السلام عليكم. هل وعليكم السلام، هل تستطيع المرأة أن تصلي التراويح في البيت مع أمها وأختها؟ هل هذا جائز؟ ما حكم مسك المصحف في الصلاة؟ نعم جائز، المرأة تصلي في بيتها أحسن، تجتنب الفتنة ولا كلام، لكن إذا تيسر أن تصلي التراويح فلا بأس، وتخرج بالطبع متسترة غير متعطرة وغير متبرجة، ما تقعدش تتفسح في الطرقات، حاول باش تحافظ على عرضها. أما عندما سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله أيهما أفضل، الصلاة صلاة التراويح يعني صلاة القيام في البيت أم في المسجد، ماذا قال رحمه الله؟ قال المكان الذي يكون فيه قلبك أخشع وعينك أدمع فالزمه، المكان الذي يكون فيه قلبك أخشع وعينك أدمع فالزمه، فنختار المكان الذي يرتاح فيه أكثر. إنسان تلقى مخي طيب يبكي وكذا، طيب لا بأس نصلي وراه، أما إذا كان إنسان حافظ ولا ثم شكون يقرأ في البيت فنصلي في البيت أول، يبتعد أكثر. إنسان كيصلي النافلة في السترة عنده 25 درجة زايدة على أن يصلي النافلة أمام الناس، كما الفريضة يصلي بجماعة العكس، فيحرص الإنسان على أعماله حتى يتقبل ربي منه. ما هذا؟ بعد التوين لا إله إلا الله. حصة انتهت. والإخوة، ما حكم رجل المرأة الزانية؟ يا لطيف، أطمئنوا، المجلس التأسيسي لن يعتمد الشريعة، لا فيه رجم ولا يحزنون، أبشروا، والحكومة ما هي عازمة على الشريعة، اطمئنوا لا تخافوا من الرجم. لكن سؤال عندي فقط، حكم رجم الزاني يكون الحكم هذا بمحكمة شرعية وبسلطة ويعني حكم إسلامي، ونحن لا عندنا سلطة شرعية ولا عندنا محكمة شرعية، فلا تقام الحدود إلا بوجود السلطان المسلم، فحتى لو زالت المرأة والعياذ بالله وهي محصنة والحكم الزاني المحصن يرجم حتى الموت، فلا تقام الحدود إلا بوجود سلطة شرعية وهذا غير موجود، فتستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل، فهذا من أعظم الكبائر والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بناتنا ونسائنا. ما حكم العمل في مجال فيه اختلاط مع الالتزام بالحجاب الشرعي والتعامل مع الجنس الآخر في إطار العمل المشروع؟ والله لا أنصح هذا، والله ننصح الأخت تقعد جيعانة ويضربها الشر في بيتها خير من تشتغل مع الرجال، والله الاختلاط مع الرجال شر مستطير والعياذ بالله، حتى إذا أنت غاضبة بصرك ومتحجبة فراء وينظروا لك رجال على عنك شهوة، هذه طبيعة بشرية، علاش نغلطوا في أنفسنا؟ سبحان ربي العظيم، ربي جعل الجاذبية بين الذكر والأنثى حتى تدوم العشرة بين الزوج وزوجته، مش أمر هو مستقبح أو أمر مرفوض ولا أمر سلبي، أمر إيجابي هذه الجاذبية، لكن علينا أن لا نجعل هذه الجاذبية في نطاق المحرمات، لا تكون في نطاق المشروع بين الزوج وزوجته. فالرجل لا يختلط بالمرأة، إذا اختلط الرجل بالمرأة ثارت الشهوة ووقعت الفتنة والعياذ بالله، فالرجل يفتتن بالمرأة وهي تفتتن به، وقعت الكوارث، فلا أنصحه، وأقول يحرم شرعا أن المرأة تشتغل وتحتك بالرجال. بالنسبة للأخوة ولا الراجل ما عندوش؟ الرجل ولا كلام، يجتهد ما استطاع، إذا ابتلي أنه عندهم سكرتيرة مثلا مرأة في الإدارة يحب يجتنبها، لا يلاقيها ولا يختلط بها ولا يكلمها، حتى إذا كلمها من غير ما ينظر لها، سبحان الله، حفاظا على قلبه وحفاظا على دينه. يزين الشيطان المرأة، أحيانا تلقاه الرجل يقدم على تطليق زوجته وهي جميلة وبنت ناس وكذا عندها أصل، يتبع شهوة ويتبع وحده والعياذ بالله تعيسة، وشكون زينها له؟ الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فالنفس ضعيفة، فعلينا أن نجهد أنفسنا ونتقي الله ما استطعنا إلى ذلك السبيل. هل يجوز للمرأة أن تشترط في زواجها أن يكون الرجل من طلبة العلم؟ لا بأس، اشترط عليه، خليك بصروح، خلي السجن في دار الحديث، رغم أني ما عنديش مصلحة مالية فيها، مانيش مسؤول. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ هذه مشكلة فيها يدا بيد ومثلا بمثل، فيها كلام مسألة ذي نبصوها مرة أخرى إن شاء الله. هل يجوز لبس خاتم ليرة لأنه يحمل صورة رأس رجل؟ شنو هذا خاتم ليرة؟ أنا أعرفه. تعرفوه خاتم ليرة؟ خاتم في ليرة. فيه تصوير أنت على رجل؟ كما رأس بوركينا في الدينار عندنا نحن. لا إذا كان فيه صورة إنسان لا.
هذا كذلك يهرب الملائكة. لا نعمل صور لا في دينا لا في سقينا لا في روسنا لا في بيوت بعض الصور. ما هو النصاب في الذهب وهل تجب الزكاة على الذهب؟ نعم النصاب متاعه هو 6700 دينار الآن بالعملة الصعبة اللي هو يعوضها اللي عنده 6700 دينار أو المقدار متاعها ويطوف عليها عام كامل فيخرج. المرأة اللي عندها ذهب زكاة الذهب أمر آخر. ثم من رأى زكاة الذهب وثم من قال لا. المفروض المرأة إذا كان عندها كمية كبيرة من الذهب ثم تلقاها مرأة كما الجراف مثلا مرأة جلبية عندها غربال ذهب جوز خلاخل واربع دولارات و15 فردة ما عرفش قديش ما شاء الله كيلو نص الذهب بنص كيلو هذه ثروة فيجب أن تزكي على هذا. أما مرأة عندها قلادة شركة وعندها زخوات وزوز بلاد مسكينة لا لا مش فيش تزكي. إذا كان عندها ما شاء الله ميزانية ضخمة ومحطتها تحت راسها أحيانا مش حتى تزين بها تقول لك هذا زوجي ربما تجيه ظروف أزمة اقتصادية فالعامل هي فحوالي 20 مليون أو 15 مليون فهذه تزكي عليها ولا كلام. قال هل يجوز أن أصلي الوتر مع الإمام بنية نافلة روحية نافلة زوجية ورجنية حتى إلى سلم الإمام قمت فأكملت ركعة أي كما قال يزيدها ركعة أخرى. أجبنا عن هذا السؤال قلنا الأول ما يعملهاش وإن كان قال بها بعض أهل العلم. هناك أخت انفصل والدها مؤخرا فاضطرت أن تكفل أمها واثنين من أخواتها البنات التي نزلنا يدرسنا فيها بشركة ميدان ربوي بكردي بعض أوضاع التي مرت بالبيت الوجور حتى أنه مروا عليها شعرتين أي من البيت وأصبحت الآن مرور على الكراءة وكل هذا مسؤولية. قالت أخت العمل في بنك لأنهم وقالت أنهم سيكونوا ربي فرج علينا وعليه كتلقى فرج على طول تغادر البنك إن شاء الله لأنه فيه مصحة ضروري عدو الله. إذا مضطرة في حال ضرورة لا بأس أنها تقضي حاجتها لكن تخرج في أقرب وقت إن شاء الله. هناك رجل مسن لديه مرض في أذنيه أجبر الطبيب على أن يجعل لا يوصل إليه مما كما أنه مصاب بالسكر ليستطيع غسل قدميه لا بأس. ربي قال فاتقال واستطعت يمسح أذنيه من بره شوي ما دخلش ما في أذنيه حتى لا يتأذى وساقه فيها سكر وفيها مذبيح وكذا يمسح على الجوارب إن شئت أو يغسل المكان اللي بعيد عن الجرح ويمسح على الجرح مصحان بعيد ما يديش نفسه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ربي عافي الجميع أرى خسر المؤمنين عند وقوع الفتن الهجرة التي جاءت بالدنيا في أن توفر ذلك الهجرة لا معاد يهجر حتى توقعوا في بلادكم إن شاء الله لا بأس إن شاء الله خير وحاولوا تبنيوا البلاد هذه من السواعد بتاعكم. أرى الهروب والفرار هذايا سلوك سلبي ما تكونش ضعيف كن قوي أخ أو أخت ربي يثبتنا أجمعين وبلادنا نحاول باش نبنوها بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله ربي وفقنا. هل يجوز أن يصنع شخص أبنائه يمنع أبنائه من الدراسة بتعالة الاختلاط الموجود في المدارس التونسية مع أنه لجأ إلى تعليم علوم القرآن؟ والله شو نقول لك عنده الحق إذا كان عنده تعويض لجأ يدرسهم تعليم خاص لا بأس حتى الاختلاط هذا مصيبة طامة كبرى أيهما أكثر فرض الحجاب أولا ثم الصلاة والصلاة ثم الحجاب فكثير من لا الصلاة تبدأ الصلاة صعب وبعد توجيه الحجاب لا لا ما نبداوش نحكيو على نساء الحجاب تنفر المرأة وتهرب تقول لك باش يقتلوني باش يردوني يعني خايمة وكذا احكي لها على الصلاة وخليها تصلي ولو ما تلبسش حجاب شهر واثنين وعام حتى ربي يهديها تتستر لكن تصلي الصلاة عماد الدين ورك. هل ترضع الأخت أختها إذا أنجبت الأم والابنة في نفس الوقت؟ لا بأس أما الأولى ما تعملهاش. به أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم أحكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام.